والله حجم العمل من بداية الأزمة كبير، بس إن شاء الله بإذن الله بجهود الشباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتطبيق للخطة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الأمور تتسهل. ندري وإحنا عارفين إن في عندنا القصور في ساعات بعض التأخير، لكن يعلم الله سبحانه وتعالى حجم البلاغات اللي موجودة عندنا أصبحت دبلات، أو وصلنا إلى مرحلة 3 دبلات عن المعدل اليومي بالأيام العادية. حجم البلاغات الموجود عندنا، احنا قاعد نتكلم على مستشفيات، نتكلم على مستوصفات، نتكلم على المنازل، هذا عدد الطلبات، نتكلم على محاجر صحية، نتكلم على محاجر مؤسسية، نتكلم على حالات كانت بالمطار، نتكلم على حالات التطهير، نتكلم على حالات النقل الجماعي من المستشفيات إلى المحاجر الصحية، وكذلك تنقلات من المحاجر إلى محاجر أخرى. وكذلك عندنا مع أخواننا في الصحة العامة إن بحيث إنه يكون عندنا حالات التقصي. نعم. هذا كل هذا الحجم باختصار بعدد البلاغات، بعدد اللي تراوح عن يعني أصبح عندنا 3 دبلات من بالمعدل اللي كان في الأيام العادية. حلو. زين، أنا يعني أنا أقدر هذا الجهد، وحقيقة المهام يعني المنوطة جدا كثيرة، وأنا أدري أن الحجم وايد كبير، وقاعد نشوف الجهد اللي أنتم قاعد تبذلونه الآن. يعني بس أنا أبي شغلة يمكن قبلها وكنا قاعد نتناقش فيها، وهو موضوع الكورونا. لما يجيكم اتصال وفي واحد فيه كورونا، أنتم تتعاملون مع هذه الحالة ولا عن طريق لجنة؟ إنزين، أنا علشان أن أبلغهم أن بحالات الكورونا، في حالات الكورونا سيتم تبليغه في مرت علينا الفترة اللي هي السابقة، إنه كان يتم تبليغه إنه بعد ما أخذ المسحة إنك أنت حالتك بوزيتيف، فبعد يوم أو يومين رح أو متى ما فضت سيارة الإسعاف رح يبلغونك، وما يتم تبليغنا. فإحنا تفاجأنا بحجم الاتصالات اللي يتحق على الإدارة عن طريق 112، فقالوا إن بلغونا وإن أنا حالتي بوزيتيف، فإحنا لازم إحنا نتأكد إن حالته، فقمنا ناخذ الرقم المدني، ناخذ العنوان بحيث إن إحنا نتأكد ونقوم نبلغ إحنا اللجنة علشان نعرف إحنا أي محجر نقدر ناخذه، المحاجر المؤسسية. نعم. نقدر ناخذه نوديه له. نعم. فهذا هذا اللي سبب لنا بعض الإرباك وبعض التأخير في بعض الحالات. زين، أنا عشان لا يعني ما أبي أقصي دور الإخوان المسعفين الآن، لما تيك حالة مثل هذه الحالة وتأكدت وتواصلت مع الإخوان الإدارة، قال لك والله فلان الفلاني المحجر الفلاني، لما يطلع للمسعف وهو متأكد، يعني هذا المسعف متيقن بأن هذا المريض في كورونا، السيفتي اللي قاعد يأخذونه الشباب عندكم؟ اي نعم، يعني لازم. ايه، احنا من بداية الاحداث في عندنا اللبس الواقي، اللبس الحماية، فاحنا حالات الاشتباه وحالات المؤكدة احنا ناخذ الاحترازات بالكامل. نعم. فيطلعون الشباب ياخذون الحالة، يوجهونها الى من مكان الطلب الى المكان المحول اليه، ومن ثم يقوم بعملية التطهير بالكامل لسيارة الاسعاف، لان علشان تكون مستعده الى الحالات الثانيه. كانت في البدايه في سيارات اسعاف مخصصه، زدناها عدد سيارات الاسعاف، الحين لا، الحين ما فيها. حجم الطلبات تطلب منا ان كثير من سيارات الاسعاف اصبحت مجهزه، واصبحت ان بحيث ان تكون تتلقى طلبات ان كانت اشتباه او ان كانت كورونا، ومن ثم يقومون في تطهيرها. حلو. ابو احمد، في عندك ارقام تقريبيه يعني عدد الطلبات باليوم؟ يعني احنا اذا تكلمنا بالحالات العاديه احنا قاعد نتكلم مثلا على 600 الايام الطلبات العاديه، لكن كنا احنا نجزئها الى حوادث، الى حرائق، الى هذا. الحين الحمد لله فضل يعني بسبب الحظر وهذا قلت عندنا الحوادث الى النادر. نعم. هذا الرقم من 400 اصبح عندنا الى 600 الى 700 طلبات كورونا، طلبات اشتباه، بالإضافة إلى حالات الطوارئ. يعني في حالات الطوارئ، في حالات القلب المزمنة، حالات الربو، حالات انخفاض السكر. حلو. مو شرط أن يكونوا فين عندهم كورونا، ولكن هذا أصبح من نحن دورنا ما قبل المستشفى بحيث ننقلهم إلى الطوارئ. نعم. الحوادث. زين أبو أحمد، الآن الرسالة اللي توجهها يعني شنو المطلوب من المواطنين عشان يقدرون يساعدونكم في مهامكم؟ يعني شنو الاشياء اللي ممكن يعني الاخوان المواطنين لازم يسوونها على اساس انه ما يزيدون الحمل عليكم؟
والله الله يجزاهم خير. احنا يعني الكل اللي اتصلنا فيهم متفاهمين، ان كان عندهم اصابه كورونا او ان عندهم حالات طارئه. نعم. ان بحيث ان اذا كان يعني مثلا انا خلينا نتكلم عن الحالات الطارئه. نعم. اذا كانت حالتك مستقره وانت محتاج الى رعايه طبيه، بامكانك انك تاخذ السايت اللي عن طريق الدفاع المدني. نعم. انك بحيث انك يعني اذا انت تقدر الحاله، انا مو قاعد اقول للناس كلها لا، في بعض الحالات لا والله، مثل نشلة، مثل لا والله تنك شوية خفيف، إصابة معينة شغلة مثلا، اللي أنا أقدر أروح أراجع فيه المستشفى. مو يعني لا تخليني أطلع بأنا بسيارة إسعاف لحالات عادية، خلني للحالات الطارئة وخلني للحالات الكورونا شوية اللي يعني متعسرة معانا. حلو. يعني أنا أفهم من كلامك أبو أحمد، إذا في عندكم حالات يعني أنا مستقر وضعي زين أموري زينة، خلني مرتاح أو أروح المستوصف اللي يمي وأخذ الإذن مال الدفاع المدني. إنما الحالات اللي مضطرة تعال حق الأسعاف. طالعة طالعة، دق علينا وراح نطلع لك بإذن الله ومن رأس مرفوع، وإحنا أصلاً إحنا بالخدمة وهذا دورنا. نعم. يعني عرفت شو ولا نتنصل منه، وأعني وأدري إن أنا في تأخير. نعم. في بعض الحالات، لكن يعلم الله سبحانه وتعالى حجم البلاغات اللي موجودة. نعم. عندنا. أنا ما عندي شك. أخوي منذر الجلاهمة، أنا أبي منك كلمة حق الفريق اللي قاعد يعمل عندك، المسعفين، الرجال اللي يعني حتى بالأنظار ما قاعد نشوفهم، يعني احنا يمكن ما مقصرين وياهم، ما عندنا الا هذا الفيديو وزودونا فيه ومشكورين صراحة. يعني كلمة حق هذول الرجال اللي قاعد يشتغلون في الخدمات الطبية. والله انا يعني انا شهادتي فيهم مجروحة، وانا يعني انا باستمرار راح نبلغ الشباب، ترى احنا عود من حزمة في هذا الأوضاع هذه كلها. فأنا أقول لهم جزاكم الله خير، وبيض الله وجوهكم، وعسى الله يقويكم، وعسى الله يحفظكم في روحتكم، في ردتكم، في قعدتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزول هذه الغمة. يا الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يآجركم في كل وقت، في كل لحظة، في كل دعاء، في كل يعني حالة أنت هديت بيتكم، قعدت وبالعكس كنت بالصفوف الأمامية. نعم. الكل إن كان من قسم العمليات، إن كانت من الأقسام الأخرى اللي بعدين زودناهم بالمراكز. نعم. اللي هم كانوا الصف الثاني ودخلوا مع مع أخوانهم. نعم. جزاهم الله ألف خير وبيض الله وجوههم، عسى الله يحفظهم إن شاء الله أجمعين. حلو. ما قصرت يا أبو أحمد، وأنا رسالتي لك هلا هلا بعيالنا في الخدمات الطبية، لا تقصرون إياهم سواء أي احتياجات أي شيء، لا تقصرون. وأنا أدري أنت مو مقصر، ولكن من باب الحرص يا أبو أحمد.